خلال زيارتهم لبريطانيا، عقد وزير الخارجية سامح شكري والوفد الوزاري العربي الإسلامي اجتماعا مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في ثالث محطات الجولة التي يقوم بها الوفد للدفع تجاه وقف التصعيد في قطاع غزة. أكد الوفد على حتمية تنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة حول غزة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام وإزالة العوائق التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات، فضلا عن ضرورة وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي والإنساني وجميع القيم الإنسانية، وتسمية هذه الانتهاكات بمسمياتها دون أي مواربة ومحاسبة مرتكبيها، حفاظا على مصداقية المجتمع الدولي. من جانبه، جدد شكري موقف مصر الرافض لكل محاولة الضغط على الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة الحصار والقصف المستمر، وأضاف أن الكارثة الإنسانية في غزة تفرض العديد من التساؤلات حول صمت ومواقف الأطراف الدولية تجاه الأزمة مقارنة بنزاعات مسلحة أخرى.